بسم الله الرحمن الرحيم. بعد نهاية برنامج مشي الذي نظم في تنوف، سعدت أن ألتقي بالأخ العزيز الشيخ سيف سلطان نبهاني. شيخ سيف، ما أهمية مثل هذه الفعاليات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين. أولا شكرا عبد الله على هذا اللقاء وعلى التواصل. الحقيقة الجمع الجلالي طيب، وحقيقة الإخوان في الرياض إلى الندوة دائما سباقين مثل هذه الفعاليات. وحقيقة تجمع الناس من كل مكان. حقيقة سعدنا بالمشاركة بجميع أنحاء السلطنة، من باطنة، من مسقط، من داخل المطار، من الجميع. وحقيقة مثل هذه الأوقات الأجواء الحلوة على دخول الشتاء يحتاج إنه تفعيل مثل هذه التظاهرات الشبابية والمسيرات. حقيقة هذا إرث، إرث عظيم يعني المحافظة عليه، ويجب إنه يجدد ويجب إنه الجميع يشارك فيه. نعم، ما الذي شجع الناس من أماكن بعيدة تأتي إلى تنوف؟ بالرغم يعني ناس قاموا ما شاء الله من باطنة، ناس من ظاهرة، من غير طبعا ولايات محافظة الداخلية. حقيقة تنوف يعني فالمتعة منطقة سياحية، وحتى الأماكن اللي هم الإخوان يسلكوها في طريق المشي أماكن جميلة وأماكن طيبة، فيها ظلال وفيها يعني مسير طيب. نعم. حتى هذا المسير كان مسير قديم. نعم. من أيام الآباء والأجداد. نعم. تعبوا، كان ما كان في وسائل نقل. نعم. كان اللهم على المشي أو على الحيوانات. والمشي من الجبل من السهل. إيه نعم. لكل مكان. صدق. كان هي الوسيلة هي المشي. نعم. تأخذ من كل مكان. مع وجود الآن هذه الوسائل الشاغلة للأبناء، كيف يمكن تشجيعهم وجذبهم لرياضة المشي؟ يحتاج يعني هذا التشجيع يحتاج تقصيرهم، يحتاج يبعدوا عن اشياء خاصه الالكترونيه الحديثه. نعم. هذه اشياء منهيه. نعم. مو فائده وحقيقه يعني لا يعني ما اقول لك يعني ما تغذي العقل، وهي نفس الشيء تسعى لم يكون للطفل او المراهق منطوي عن نفسه. نعم. واحيانا يكون في بعض الحالات نفسيه. نعم. فالان هذا المشي يخلق راحه نفسيه، يخلق تفاعل مع الجميع، يخلق مشاركه، يخلق اصلا اجواء هذه نفسها مريحه. نعم. للناس للمشي والتنزه والمشاركه والتعرف اصلا للناس سواء من قريب او من بعيد. نصيحه تحب ان توجهها نحو رياضه المشي؟ والله حقيقه يعني النصيحه اللي اوجهها ابي بنفسي طبعا. والله الجميع يحافظ على هذا الرياضه، هو حقيقه يعني الصحه مهمة للجميع. نعم. خاصة من الأطفال إلى الكبار. نعم. اليوم الحمد لله من الأطفال صغار إلى ما شاركوا الآباء والأجداد، شاركوا الجميع. نعم. الشيء هذا. صدق. دل على شيء، دل على حرصهم، على وعيهم وعرفهم بأهمية زيارة المشي. كما يقولوا أن تمشي ساعة، ساعة مشي خير من زيارة طبيب لسنة كاملة. نعم. صدق. والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير، سعدت بالحديث إليك. بارك الله فيك. الله يوفقك. شكرا جزيلا. بارك الله فيك.